اهلا بيكم. من الاسئله اللي وصلت على الصفحه سؤال: هل تضخم الكلى يعني ان في ورم؟ كلمه تضخم هي كلمه بنستخدمها او بنستخدمها ودكتور الاشعه كمان في وصف حاله الكلى، وهي ممكن تكون تضخم، تمدد، انسداد، تورم، كلها كلمات متشابهة لكن بتعبر عن ان في حجم الكلى تغير. قد يكون حجم الكلى اللي اتغير ده نتيجة ان في بول بقى داخل جيوب وحوض الكلى، او ان حصل تورم نتيجة التهاب في لحم الكلى فحجمها كبر، او ان يكون في تكيسات من النوع الوراثي اللي يحصل فيخلي حجم الكلى يزيد، او ان يكون في ورم. وكل دي بنعبر عنها بكلمة تضخم. علشان كده في شغلي مع مرضايا في العيادة بقلل كتير من استخدام الكلمة، لانها كلمة تخض. احنا ممكن نقول ان عندي انسداد بحصوة، عندي تمدد في جيوب الكلى نتيجة انسداد بحصوة او ضيق، يمكن يكون ضيق من بالهرسية قديمة او التهابات مزمنة، ونخلي كلمة ورم لكلمة ورم، يعني في ماس، في كورة، في حاجة هنا في مكان الكلى اسمها ورم. لأن في كتير من حالات التهابات الكلى اللي بتحصل خاصة مع مرضى السكر يحصل معاها تورم، وكأن إيدي جالها خراج أو رجلي جا فيها خراج أو حمرة. إيه اللي هيحصل؟ هيحصل إنها هتكبر، رجلي هتورم، وبالتالي التورم ده مش معناه إن جوه في رجلي فيها ورم، لكن جوه فيه ميه، فيه صديد، فيه التهابات. هو ده برضو اللي بيحصل في الكلى، التورم اللي بيحصل في لحمة الكلى، ما حول الكلى، الدهون اللي حوالين الكلى، هي دي اللي بنعبر عنها بكلمة تورم الكلى. وبالتالي خلينا نبقى عندنا دقة في وصف الأمور علشان ننقل المعلومة صح للمريض من غير ما نخضه، ومن غير كمان ما نبسطها قوي، علشان يبقى المعلومة واضحة بلغة مبسطة. وهي كل أورام الكلى كده يا دكتور غير حميدة؟ الحقيقة إنه غالبية أورام الكلى بتكون غير حميدة. يمكن تكون معلومة تخض شوية وتزعل شوية، لكن لازم نحط نصها التاني، الجملة تتقال على بعضها. معظم أورام الكلى غير حميدة لكن تستجيب للعلاج، يعني لما أشيلها كتير بتستجيب للتدخل الجراحي ولا تعود. طب يعني ملهاش كيماوي، ملهاش اشعاعي؟ الحقيقه انه اورام الكلى الغير حميده تستجيب للتدخل الجراحي، دور الكيماوي والاشعاعي قد يكاد يكون منعدم فيها الا في بعض الحالات الخاصه. لكن في بقى مرحله العلاج الموجه، العلاج اللي بيعتمد على انه يعالج اساس المشكله، انه يوصل الى اساس المشكله، لان بناء عليه نقدر نعالج اذا كان في نشاط في جينات معينه، نشاط في بعض التغيرات اللي بتحصل على مستوى الخلايا مثلا اللي بيخليها تنشط فيوقف نشاطها باستخدام نوع من انواع العلاجات الموجهه. اما الاورام بقى الحميده اللي هي نسبه حدوثها قليله لكن موجوده، زي مثلا الاورام اللي بتظهر عند الانسات او السيدات في سن 30-40 سنة نتيجة ان بيبقى فيها بعض التغيرات اللي بتحصل في الاوعية الدموية او الدهون اللي داخل الورم، وده من الاورام اللي بنشوفها وكتير بنعمل لها خطة متابعة فقط دون الحاجة الى تدخل جراحي او استئصال، لانها بتستجيب للنوع ده من المتابعة او بالكتير ان يتعمل لها حقن عن طريق الاشعة التداخلية. من الأسئلة اللي وصلتنا على الصفحة هو: يا دكتور، استئصال البروستاتا كله بالمنظار، أمال إيه موضوع القسطرة؟ طبعا أول ما نسمع كلمة قسطرة يتبادر لذهننا قسطرة البول،
لا الحقيقة إن قسطرة البول ما بتعالجش استئصال البروستاتا. قسطرة البول يمكن تكون حل مؤقت لو حصل لا قدر الله احتباس حاد، والمريض يضطر إن هو يركب هذه القسطرة لفترة مؤقتة علشان يبدأ معاها فترة علاج طبي، علاج طبي كمحاولة لتهدئة وارتخاء وانبساط عضلات عنق المثانة، ندي فرصة للبروستاتا إنها ترتاح فالبول يبدأ ينزل، أو علاجات تساعد على تقليل الدورة الدموية وحجم البروستاتا، ودي بتحتاج تتاخد لفترات طويلة، أو إن إحنا نلجأ إلى تدخل بالمنظار زي ما شرحناه من شوية. أمال إيه العلاج بالقسطرة ده اللي سمعناه يا دكتور؟ ده دور الأشعة التداخلية، الانترفينشن راديولوجي له دور كبير في مجال أورام الكلى والمسالك بكل أنواعها. يعني عندك أورام الكلى، أورام المثانة، أورام البروستاتا، ده كمان وصلنا إلى علاج متابعة علاج الدوالي الخصية وخلافه، زي ما أورام الرحم وزي ما في أورام كتيرة وصل لها الأشعة التداخلية كحل للتخلص منها، كمان في أورام البروستاتا خاصة الأورام الحميدة دور الأشعة التداخلية بقى موجود في حقن الشريان المغذي أو الشرايين المغذية للبروستاتا، ودي ليها دور موجود في بعض الحالات المرضية اللي قد تكون حالتهم العامة لا تسمح بالتدخل بالمنظار، وإن كانت قلت طبعا بعد تطور المنظار الآمن وتقنية التبخير وتقنية الليزر، لكن حتى الآن لا يزال دور الأشعة التداخلية موجود في علاج تضخم البروستاتا الحميدة.